السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش. هذه اللي غنسمعوا دراية كتكلم، هذه صحراوية كتعيش في مخيمات تندوف، وهي امرأة بالمناسبة كتزاول مهنة التجارة. اسم ديالها محمودة من تحميدة. الصاد على وزارة الداخلية، بما أني أنا هو بين نزاع قديم والنظام ما بغى يحل مشكلته، وهو ما قد يفهم عني أنا المنطقة اللي هنا قبضها، ما هو قاد يفهمها. الله قالب، الله قالب، مخلوق مولانا مبلوكي، ما هو لا تتحارك عنها إن شاء الله. هم اليوم إلين يجي النظام والله يجي الرقيبات، لا واحدة منهم بعد، ولا نظامنا عن النظام اللي كان خالق، ما نعودان نلجي للرقيبات، ويلجي هو لسكارنا، ويلجي واحد ثاني لاولاد دليم، ويلجي واحد ثاني للعروسيين، ويلجي واحد ثاني للبو، كلها يلجي، كلها يلجي اللي اصلا تابع له. النظام الله قالب، النظام ما هو خالق، احنا نظامنا نظام ضعيف 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 ضعيف، وعاقب من ينعاد ضعيف اقبياء مولي اقبياء. انا جاني البارح وزير الداخليه بالنيابه اللي هو متكلف بوزاره الداخليه بمرسوم رئاسي صادر عن الرئاسه. في حالة غياب أي وزير ينوب عنه الأمين العام، والوزير في حالة غيابه ما تلي يعطي أمر ولا تلي يوقف أمر ولا تلي ما تلي ما ما تلات عنده أي صلاحية في الوزارة، ويبقى هو شيخ الوزارة بمثابة بمثابة الوزير. وجاني البارح وقال عندي مشكلة عنها ما تعنيه وله داخلها، وعنه له يكتب اليوم للوزارة الأولى. وتوف الوزارة الأولى والوزارة التالية والوزارة الوسطانية يعلموا بذا ويسمعوه ويفهم الجميع على اني انا راني ما تليت فاتح ذي واجهة الين نبني قدام محمد. والله نتفارقوا، والله الوتات راهم غالقات عليه الثنتين، اللامس له عدى البعض اللامسلتين، يلا يحرقهم ويتبعهم للدار، يمشي لهم اولاده وهالدار ويحرقوهم، والله يعرف على الواجهة ما هي له. منين جات ام منادم؟ اختم ودك تقسنها باركه فوقه. مبطوط عند كنترول الجزائريين قالوا عنه وانا ما شتو، غير متابعه عليها الناس. والناس الحاضره قالوا عنهم تموا البطوه لين حالوه بينهم معاه الجزائريين وقبضوه الجزائريين، ومنين تلاقوا وقفوه يا اخي لحق وتو ما قد يوقف قاع ما زال عند الجزائريين. هذا المغاربه قاع ما قد جاوا عليه يعطينا الانتفاي، يا المغاربه يا ذا اللي عذبوا من الدميه احنا ما شفناه، يعطينا كان نفيه. ينقال بعضهم مصدغينه يا غير ما شفناه. كيف تاش انتوا تعدلوا قدامنا؟ وجعتونا قلوبنا. يا اللي يعمل مولانا ان شاء الله يوجعكم قلوبكم راجين عند الله. على توجعونا كبوتنا، على تبطوا اولادنا قدامنا، على تعوروا العليات، على تبطوهم وش عدلوا؟ وانتوما شنو هما انتوما؟ ومنين قاست الحكومة؟ الحكومة منين قاست؟ عند الرئيس ما صالح منه شيء. هذه هي قبال منين قط سمعنا المثل اللي يقول انهض وطاح على راسه. على يا بويا على يا بويا تفرقنا، اش حازك يا بويا على تعدلنا باش تفرقوا؟ احنا شنو هما احنا؟ احنا بيضة بنعرف هاك ما تلحق 10%. عباد الله تلقى من كل فج عميق، كي الكورة يخبطها واحد بكراعه ويعرض لها الثاني راسه ويعرض لها الثالث كراعه، وبقيتها تخبط بالتعمار داخل وخارج الى تاليتها. لا هو انت بيك 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 ذا اللي بيك ما نقد نقولوا احتراما لمهمتك، ما نقد نقولوا احتراما للشعب اللي صوت عليك يا واجعة، والكفاءة ما هو فيك. ما نقد نقول ذا اللي باقي نقول. على يا ابويا منين جات ذيك المرأة الكبدها طايبة ولدها معذب وبنات عندك خيمة ما تجيها وتقعد عندها وتحب راسها وتقول هذا لا ينحل بالطريقة اللي انت تدوري، وانت ذاك اللي عندك راهو عندك هي ما هي مسولة عنه. منين جاوك علي لا توقعدوا عند فمك؟ كيف فاتك قعدت انا عند فمك وصرتك ما مشيت راضية وصرتك ما مشيت شاكرة؟ يا قال انا سكت وتوف سكت وسكنت، والله سكنت ما سكت. احجل لك على الناس كامله اللي تم انت لا تعدل فيها اللي بغيت وهي ساكته. يا ابويا ذثرم شايطن علينا، يا ابويا خلقت لنا قبليه قامت واعده السماء شاركت فيها القبائل كامله اللي هما تيلا دميه شاعل الحرايق في الفوكلات. حد يمدق اهل السويل، وحد يمدق السواعد، وحد يمدق التهلات،
وحد يمدغ لبويهات. يا ابويا اش حايزك عليها؟ يا ابويا انت راك رئيس على من؟ يا ابويا انت ما تحل عينك؟ يا ابويا انت اش حاسب نفسك؟ ما يخص الفرماسيا اللي قلت عنهم عليها عودوا حارقينها باسم الوزير، ذاك راهو ما قال لي سمعتها عند الناس، وظنيت انا عنها تقعد عود حق به اللي طحن ما بينه شي مع حد. ايه والفرماسيا مبنيه لها ياسر من الزمن، ونعرف علن قلنا احنا علنه لعاد ما يقوس حد ما يقوس الا الحكومه وممتلكاتها ساب كل حد. يا غير قاعده ما هو المهم، هي منين تخلقت فنزيق العافيه ذنبتها، الناس تمشي ضحيه كامله ومخاسر الاخبار كيف قلت تدخلها كامله وعد لا كلها فيد وشاب يكمدوا في ذا اللي استغرض. انا وتي ما حوتي انا ودقت قلت ما عندي شي، ما عندي شي في ذا، ماني معذوك ولاني معذوك، وكيفني جايه من البريقه ماني جايه بالدنيا اخبار. يا غير مولي والله العظيم الكريم اللي عارفه اعلن ذاك المدقدقها ما هو وعد محمود ولا هو وعد وتتها ولا دميه فكنا من البلاد تشابر بالمعارض شي من هوك وشي من هوك وشي من هوك ويطير يعملها الدقدق. انا قاع من نفسي نحرق الداري كامله، ثقبوها اولاد محمد دوها الدار. منين جاتني تلايك الرقيبات كامله مشاو ذيك الساعه ما بتقلعوا مني التلفون، ما زلت عند الدرك، قالوا لي راعينا ماشيين محاذلين حاذوا كيران محمد دو رافدين بضاعته، ليه ثقبوا الكيران في التورس، نقضوا منهم الشوافري ونثقبوهم، راعينا رافدين الصانص، وليه نقيسوا خيمة محمد دو نثقبوها. قلت لهم بدينا بالله وبالشرع معاكم، أنا بالله وبالشرع معاكم، حد مسولني أنا وناعر عليا وجاي من جيتي، هذا قطن شرطه في شهر 11 أيام الحرق، ليه تعود الناس كاملة سمعته. حد قلت لهم مسولني أنا عزوز من المسلمين، ذا لا يعدلوا ولا يمس حد ولا يمس ممتلكات حد، لاني انا ذاك منين نعود ساعيه فيه وعالمه به وقابلته، عاد حقوق ذيك الحقوق اللي ضايعه للناس كامله اللي لا يتمتس، ما هو لا يمتس الا محمد وحده، لا يتمتس الناس كامله، ذيك عاد حقوق كامله في انا ما عندي باش نخلصها، حد يخليني عنه، هذه صدقه معدلتها انا لوجه الله تعالى، ماني مفتخره بها. ندور الناس يا كانها تستفاد من ذا الموضوع، غير قاع الناس الا الله يجيب التيسير راجينا عند الله. تبطهم انت دبوسك حمره منهم انت وقواتك، علا تعدل لهم مزيان طاعتهم لك ومزيان ترصافهم فك ماين العسكر من وقفوا عند فامنا، ومزيان لباسهم لترياتهم ومزيان مشيتهم عن اماتهم واخواتهم وجوزاتهم وصبياتهم، ومزيان مشيهم عن وتاتهم الجدد طواعية اللي كنت، وكل وتة مبقية موقفة عنده حنقروا من العليات يتبكاو يسيكنوا عليها دريبيلة من هون ومن هون بدركة، يا بويا وتة فلان يا بويا وتة فلان يا ربي رجعوني، وهما يترابعوا طواعية اللي كنت، ولا قر فيهم حصر تاكلهم شور المقاطعة والقاعدة جوعا وعطشا حنات اللي لقطولهم شي يوكلوه شي يشربوه، والكاذب لعنة الله عليه اللي ماشي من عندنا الدعم وأولادنا وساويين إن ذاك وساويين إن دم جوافنا نعطوه لهم، يا غير ساويين إن لا ما حدهم ساويين لك أنت، منين عاد ما هم ساويين لك؟ عندنا قاعد نضربهم يقعدوا عنك؟ شو قاعدين قاع؟ ما لما يهنا هو ذا العاد مشترك ينعل ما يقر فيه الخير، وإلى عاد ذا لا لك أنت منين تفصل فيهم؟ تجبرهم ومنين تستغنى عنهم؟ توجد لهم الدبابيس والقوة العمومية والجهلاء والمفترسين والمتدخلين التدخل الوحشي، ومزيان تبراكهم في منطقة في حدود موريتان تحت الطلح متخزنين عن درون، ما قط عادوا يتخزنوا ولا قط عادوا يتبيركوا ولا قط عادوا ينكسوا عن التعمار ولا قط عادوا يحشموا عادوا حشامة يتبيركوا تحت طلح الموريتانيين الواخذ من وتة يسولوا يا كانكم شتوك مايل العسكر سواولك الا سواولك الا دمهم منين سكتوا عنك عند القرقرات وهبشت القرقرات ما عندك فيه مالك ما عندك لها ما هو رقبه يابسه، وجبرت الناس مجمعه في مناطق مخلينهم المغاربه ما هم سامين حد فيها، لعنه الله على كل كذيب يانا الا نسرح غنمي تحت الربط تلقط حب ام الكفيفات، ويا منين تمنع مني الغنم يقوموا المغاربه يصقوا علي المين 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 اللي يعمروا رطله بطه من الزيت والله ما نعرف مناش خاويه يملاوها من الحجار ويكركروها الغنم، ياك يا دول ماعز راجع ولا سامينا رقاش ومبنيين
ومشيدين ومدارسنا ومستشفياتنا ومانا في منطقتنا وحسياننا، واولادنا يمشوا مرفوعين روسهم الى عادوا يتبركوا في منطقه موريتان. احشامه اللي قام يكمد فيهم الشهاب سواولك اللاذة يا ابراهيم، اللاذة هو السواولك. ثانيا الشيباني اللي قلتوا انتم عنه طرش الطفل المبطوط اللي هو اللي خلقت عليه المشكله، الشيباني اصل ما هو سيد المهدي اللي طرشوا مناد معتدى باطب ذيك الحال داير الصف ما نعطات له كرنه، وسيد المهدي قاعد يقد يعود ما هو عالم به طنطنوا بطرشه، ومنين وقفوا عند التحقيق قال انا قاعد مسامح، لا اللي بغى يبطني خلوه يجي بطني ولا ينعر حد علي مولي، وراني ماني شاكي بحد ولا ندور الحكم على حد، مزيان على الشيباني قبل يعود لا عدى ذا الموقف اللي ذا هو، ومزيان على الطفل اللي انحرقت فارماسيته اللي انا ما نعرف اسمه، يقول انا ذي ما غادي لي فيه، والله ما هو محروق باسم اهلي، والله ما هو محروق باسمي انا، والله ما مو زرقق لي، محروق باسم الوزيره. معنى ذاك شنو؟ معناها علني يا عباد الله، يا عباد الله، احنا نلودوا الحد خيط ولا نلودوا الحد شق؟ القبائل ما كنا نعرفهم كاع الناس لا مساويه كامله على قدها تتراب يعطينا الاخر ما نعرفوا ذا ولمن ولا نعرفوا ذا ولمن ولا نعرفوا ذا ولمن، الين هما القبائل يتعايطوا كلهم شال خذ راعها، ذاك اللي يثق بالذاك وذاك اللي يثق بالذاك وذاك اللي يثق بالذاك، وهي عاد حرب اهليه، عاد حرب اهليه مات. انا مدقدقه وتي انا مدقدقه، فتقلتها في الفوكال الماضي نقول يحرك كلهم بيو، ذا اللي دقدقها من هو ومن هو؟ ما نعرف من هو. هذه دعوة متخلطة الحجار يقوموا من عند الكتابة العامة إلى 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 الفروع عاملين هوك إلى إلى الثقافة، وإذا مزرقق الحد منه ما مزرقق حد الحد ولا معتدي حد على حد، خالقة قيادات فعلا بها اللي تظلم الناس لا هي تنقاس، حتى إلى ما انقاست اليوم راهي اللي تنقاس غدا، ولاني بعد انا عامتها من الله يا غير شين عندي على ان الحكومه الصحراويه تعود تتفرج في ذا النوع من البطش. احنا المغاربه ذا اللي عدلوا العليات وذا اللي عدلوا للرجال وذا اللي عدلوا للتركه، احنا ضده شين عندنا. ايوا اليوم شت لينا اللي نقولوا احنا ذا جرحى وجاهن، شت لينا اللي نقولوا المغاربة عدو، لكن اللي عدلوا ما هو سنكر عليهم وذا قليل قاع عليهم، وانت ذرك عدو، انت ذرك عدو للصحراويين، انت ذو الرجال مدفي بيهم ومطولين رقبتك ومحمرين وجهك وقاعد في ظلهم مدفاهم، قيادة النواحي ما يباتوا معاهم ليلتين كلها يصبحون وهم المعرضين روسهم للموت والعذاب، وشين السعد وشين التبرية ساوي لك يا إبراهيم، لا دبوسك تقعد فيهم حمرة، ياك ترجعنا قبائل، ذيك القبيلة تزقي وذيك القبيلة تزقي وذيك القبيلة تزقي، والانشقاقات بيناتنا والممتلكات تنحرق في الليل وتنحرق في النهار وما بينهما، والوتة اللي جات واخذت وكسر، والبوتيق اللي مقفول ودقدق. يا والله الله يفرج الله يوفقنا ويوفق المؤمنين، والله يهدي من الطفح. أضريك احنا مطالبين الحكومة الصحراوية، ما كان مطالبين إبراهيم، لا حرجا عليه، لا حرجا عليه، اللي ما هو فريد ما تقلعوا العزة، ما فيدوش ذا اللي ندوره عود فيدو، ما هو يواجع قاد يخلق. أضريك احنا بعد قاع أولا مطالبين الحكومة الصحراوية بعلنها هذا توقف أمامه، لأن هذا ماذا قدو ليه تم لا ماشي متمادي، يوقفوا رئيسهم ويقولوا له عنهم ذا ما هم قابلين ويخلوه وحده فيه. عاقب من ذاك احنا مطالبين حقنا، كيف قال الراجل المرأة ما هي مكونتيتو ما شافت فيه ذاك الدور، والله ما شاف هو في ذاك الدور، والله قال له والله يدنك تكريني يا ولفي، والله يدني نقول انك كاتلتيني للسوالي لسوني، حتى احنا والله نقولوا عن ذوك المشاركين في المؤتمر اللي ما طلعونا حد في شروط المسؤولية ولا طلعونا حد يخيط بدل من يشق،
يدنا نطالبهم بحقوقنا يوم ما تنفع روح روح عند الله تجتمع الخصومة، رانا شاكين بيهم لله اللي طلعونا حد شق في خلقنا، عدل فيه الشق واحنا قاع خلقنا يا واجعة، ما هو محتاج، احنا خلقنا مش شانق في المغرب له يتفارق، ومش شانق في المخيم له يتفارق، ومش شانق في موريتان له يتفارق، وحسبنا الله ونعم الوكيل. احنا تابعتنا دعوة، تابعتنا دعوة ما عرفنا عليه معناها، على ان احنا كيف عايش فندق الما يدمو يا اخوتي يخليه بدام، الما يدمو يخليه بدام، لا حول ولا. ثانيا لان حسسكم بالرواية، على ان البشير بعده للسيد راهو يظبي، راهو جبانية بعد. ايوه ودعتكم لله.